محبتي أحمد، وسألت أهل الذكر ذات بصيرة عما توارى من هداه وما بدا. يا حافظ القلب السليم من الهوى، يا مهرجان النور، يا حقل الندى، ماذا يحب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه أسئلة متعددة ومختلفة، واعتدنا على ذلك طوال هذا الشهر بحول الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يتسلمه منا متقبلا. مواقعنا غدت معلومة لديكم في شبكات التواصل في الفيسبوك والتويتر، أما رقمنا سنذكركم به بين حين والآخر. كما قلت، نريد فقط مهلة بسيطة نستعرض فيها مجموعة من الأسئلة، ثم بعد ذلك يمكنكم أن تتواصلوا عن طريق الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام للسلطنة. فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، هنا مجموعة من الأسئلة التي تستفهم في قضايا التفسير. كما وعدنا عادة نبدأ بالآيات المتعلقة بالتفسير، في قوله تعالى الأخ حميد الحجري: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يستغشون ثيابهم، هل يمكن أن تفسر الثياب هنا بالبيوت، أي يستغشون بيوتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن معنى قوله تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون هو ظاهر ما تدل عليه ألفاظ هذه الآية الكريمة. فيستغشون أي يطلبون ما فيه غشاء لهم، ما فيه غطاء لهم، ويغطون أنفسهم بثيابهم استخفاء من الحق، أو في ظنهم أنهم لن يلحظوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن ذلك يمكن أن يكون عذرا لهم يحتجون به على عدم وصول الحق إليهم. فبين الحق تبارك وتعالى أنهم حتى في أخص أحوالهم، حينما يغطون أنفسهم بثيابهم ولو كانوا في قعر بيوتهم، فإنهم لا يخفون على الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون، وقد قامت عليهم الحجة وجاءهم النذير وبلغهم عليه الصلاة والسلام الآيات من عند ربه تبارك وتعالى. فلا حاجة إلى هذا التأويل المتعذر بتفسير الثياب بالبيوت، إن كان قد اطلع على بعض التفسير من أن المقصود أنهم حينما يغطون أنفسهم بثيابهم، فيجد أن بعض المفسرين يقولون حتى لو كانوا في بيوتهم عند منامهم، فلعله التبس عليه الحال، وإنما يضرب المفسرون أمثلة بأخص أحوال هؤلاء، وأنها لا تخفى على الله تبارك وتعالى، وأن الآية تشير إلى هذه الأحوال التي يظنونهم أنهم يدفعون عن أنفسهم الحق بها، والله تعالى أعلم. سؤال آخر، السائل يقول: قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ما معنى كلمة روح هنا؟ الروح لغة يأتي بمعنى النفس. نعم. والنفس يستعمل للدلالة على التفريج والتيسير، كما يستعمل ضيق النفس للدلالة على الكرب والحزن، فإن الروح وتنفس الصعداء كتنفس الصبح بعد ظلمة الليل يدل على انفراج الكرب وتيسير الأمور، وهذا هو المعنى المقصود في هذه الآية الكريمة. ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من تفريج من قدرة الله تبارك وتعالى ومن رحمته سبحانه وتعالى بأن يفرج الكرب
وأن يزيل الغم وأن ينفي الحزن، فيمكنكم من العثور على يوسف عليه السلام. ولذلك فإنما ذكره بعض المفسرين من أن المقصود بروح الله أي رحمة الله، هذا هو الوصف العام الإجمالي، لكن المقصود تحديدا مما يتناسب مع استعمال هذه اللفظة القرآنية تفريج الكرب وإزالة أسباب الغم والحزن والهم الذي اعترى يوسف على اعترى يعقوب عليه السلام واعترى من اعتراه من آل يعقوب. هل كان يعقوب عليه السلام يعلم مجريات هذه الأحداث من بدايتها إلى نهايتها، أو لنقول بالتعبير العصري كان يعلم سيناريو هذه القصة وأين تنتهي؟ أما التفاصيل فلا دليل على أنه كان يعلمها، لكن ما كان قد قصه يوسف عليه السلام عليه من رؤياه، ويعقوب عليه السلام هو من هو في النبوة وفي المنزلة من ربه تبارك وتعالى، وفي ما آتاه الله تعالى من علم، فإن القريب أن معنى أن تعبير تلك الرؤيا كان واضحا منكشفا ليعقوب عليه السلام، ولكن على جهة الإجمال فيما يظهر لا على جهة التفاصيل من الحوادث والمدة الزمنية وما الذي سيحصل. وهذا أيضا ما يؤكده ما تؤكده وصيته لابنه يعقوب يوسف حينما قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وهكذا نجد أن ما أصاب يعقوب عليه السلام من حزن على فراق يوسف ومما ابتلي به يدل على أنه ما كان يعرف على جهة التفصيل ما الذي يحصل، وإنما كان يعرف على جهة الإجمال، وكان واثقا بما وعده الله تبارك وتعالى به ومنتظرا لإنجاز الله تعالى له ما وعده، والله تعالى أعلم. يبقى معنا سؤال واحد أيضا فيما يتعلق بالتفسير، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة الأخرى. أبو خالد الجهضمي يقول ما الفرق بين العفو والصفح والمغفرة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، العفو هو التجاوز عن الخطأ، والصفح هو الإعراض عنه بالكلية، والمغفرة الستر. فمعنى الآية الكريمة الدعوة إلى هذه الخصال بالعفو، بالتجاوز عن الخطأ الذي وقع فيه الذي يمكن أن يقع فيه بعض الأهل والولد، ثم الدعوة إلى الصفح عنهم بالإعراض وبالضرب عن ذكر ما صدر منهم ولو توبيخا، ثم المرحلة الأكمل ستر ذلك وكأنه لم يقع منهم، وهذه هي المغفرة. ومن المفسرين حسبما أذكر، وكذا أيضا من كتب في أخلاق الإسلام، من قال بأن هذه المراتب إنما هي من الأدنى إلى الأعلى، وولي الأمر حينئذ بالخيار، لأن الآية تحذر أن يا أيها الذين آمنوا إن من أولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، تحذر فقط تمنع من الإضرار بهم، فهي تحذر فقط ثم تدعو إلى ما هو أكمل. فبعد التحذير حتى لا يصرف حب الولد وأهل البيت المرأة عن طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الآية الكريمة تحذر أولا ثم تدعو إلى ما هو أكمل من التجاوز عن الخطأ الذي بدر ومن الصفح ثم من ستر تلك العيوب. ومنهم من يقول
أي من أهل العلم أن هذه المراتب إنما هو بحسب الخطأ، فمن الأخطاء ما يكفيه ما يحتاج إلى ستر، ومن الأخطاء ما يحتاج إلى تجاوز لكنه قد يحتاج إلى أن يذكر توبيخا وتقريعا، ومنها ما يحتاج إلى أن يتجاوز عنه لكن لا مانع من إظهار شيء من عدم الرضا لمن وقع منه ذلك الخطأ، وكلا المعنيين مقبول، والله تعالى أعلم. العداوة هنا الصادرة من الأزواج والأولاد هي ما تصد عن طاعة الله تبارك وتعالى، وبمعرفة مناسبات النزول يتبين المعنى أكثر، وقد وردت فيما أحفظ روايتان في مناسبات النزول. في المناسبة الأولى أن بعض من أسلم من أهل مكة كان يرغب في الهجرة، إلا أن بعض ولده كان يؤخره، فحتى إذا هاجر فوجد من تقدمه من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقه في التفقه في الدين، فشق ذلك على نفسه وعاد باللوم على ولده. وهنا يكون المعنى واضحا، مناسبة النزول هذه تعين على فهم المعنى. جميل. ومنهم من يقول، أي تذكر مناسبة أخرى، أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كان يرغب في الخروج في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن أهل بيته وولده كانوا يؤخرونه عن ما كان يريده، فشق ذلك عليه أيضا، فنزل في شأنه أو في شأن مثله مثل هذه الآيات الكريمة. والمقصود، وهو معنى جدير بالوقوف عنده، تحذير المؤمن من أن يفتن بزينة الأهل والولد، بأن يشغله أهل بيته أو بعض أفراد أسرته عن طاعة الله عز وجل، أو أن يصدوه عن الخير، لأن طاعة الله تعالى مقدمة، ولأن حب الله عز وجل هو الأولى أن يصرف المرء إليه همته. فإن حصل تعارض فإن طاعة الله تعالى لا ريب هي المقدمة. وهذا ورد في سياق العتاب وبيان ما، لأن ما صدر منهم لم يبلغ حد الدعوة إلى ما فيه قطيعة. إثم أو معصية يؤاخذ عليها المرء، وإنما كان لما هو دون ما هو أكمل وأفضل في حقهم، والله تعالى أعلم. جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ مكالمة. الأخ سليمان الغافري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. أهلا بك الأخ سليمان، الله يبارك فيك. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. كما تعلمون بأن أحد الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة عند استواء الشمس في كبد السماء. نعم. بينما في المقابل في يوم الجمعة أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نجلس قبل أن نأتي بركعتان تحية المسجد، وهو يعني يصادف هذا الوقت. لماذا تسمية صلاة يوم الجمعة بالذات؟ طيب، واضح. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. هنا مجموعة من الأسئلة أيضا تم تأخيرها فترة من الزمن، نرى أنه من المناسب الآن أن نطرحها. السائل يقول: شخص تعمد خطبة مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، وهي ما زالت في عدتها، لكنه تدارك نفسه واستغفر ربه، ولما انتهت المرأة من عدتها أراد أن يخطبها وأن يتزوجها، مع العلم أنه يعلم بحرمة ذلك من غير معرفة ما يترتب عليه، هل يجوز له الآن أن يقدم على خطبتها مرة أخرى؟ أولا فيما يتعلق بما قام به، نعم، إن كان قد خطب فعلا والمرأة في عدتها وهو يعلم ذلك فقد وقع في المحظور، لأن الله تعالى يقول: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والآية في عموم ذوات العدد، وإن كان السياق في المرأة المتوفى عنها زوجها، إلا أن الحكم عام في كل النساء ذوات العدد.
أما المعتدة من طلاق رجعي فهي ذات بعل. نعم. من باب أولى. تأكيد. وأما المرأة المطلقة طلاقا بائنا فإن عليها أن تمكث مدة عدتها، ولا يحل التصريح بالخطبة أثناء العدة. نعم. أما التعريض فقد أباحه الله تبارك وتعالى في نفس الآية الكريمة، قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. نعم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الحكم إذن يكون للبائن بيننا صغرى أيضا. نعم. نعم. يعني كل ذوات العدد لا يصح أن يخطبنا تصريحا. نعم. أما التعريض للبائن بينونة كبرى أو البائن بينونة صغرى أو حتى المختلعة. نعم. التعريض بعبارات ليس فيها عقد للخطبة. نعم. وإنما عسى أن يعوضك الله خيرا، ما أشبه هذه العبارات، فهذا مما استثناه الشارع وأباحه. نعم. دون مجاوزة للحدود. ومع ذلك فإن الأولى تأخير التعريض والتصريح إلى ما بعد. نعم. العدة. الآن إن حصل متعمدا أو غير متعمد. نعم. فهل يترتب على ذلك أن يمنع من التزوج بالمرأة التي خطبها في عدتها؟ تفصيل. نعم. أما إن كان جاهلا يظن أن المرأة خرجت من عدتها فلا إشكال، يجوز له أن يتزوجها بعد أن تخرج من عدتها. أما إن كان متعمدا لكنه بعد ذلك أعرض وترك، عدل عن الخطبة. نعم. كما هو السائل الآن، أو عقد النكاح ولم يدخل، ففي المسألة خلاف. نعم. فمن الفقهاء من يقول بأن بأنه يفرق بينهما، وأنهما إن كانا أيضا متواطئين جديران بشيء من التعزير أو العقوبة. نعم. ويمنعان من الزواج أبدا، وقال بهذا طائفة من أهل المذاهب الإسلامية. نعم. وذهب فريق آخر إلى أنه يجوز لهما الزواج من بعد، هذا في غير المدخول بها. نعم. كان قد عقد النكاح ولم يدخل بالمرأة. جيد. واستندوا في ذلك إلى فعل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى رضي الله عنه. أنه أمر، يعني عزر الواقعين وأمر بالتفريق، ثم أجاز، عفوا، سيدنا عمر بن الخطاب منع الزواج بينهما أبدا مطلقا. لكن طائفة من الفقهاء كما تقدم في القول الثاني ترى أنه إن كان لم يدخل بها وأرادها فهو خاطب من الخطاب. نعم. وهذا القول له وجاهته، وقال به أيضا عدد كبير من الفقهاء، وكثير من الفتاوى من المجامع الفقهية صدرت به. أما إن كان قد دخل بها فالأظهر أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. نعم. إذن هذه هي الأحوال وما يترتب عليها من آثار. نعم. في خصوص هذه المسألة، أولا هو لم يعقد النكاح، خطب فقط. نعم. وقع في المحظور وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا يصل الحال إلى منعه من الزواج بهذه المرأة بعد أن تخرج من عدتها، والله تعالى أعلم. إذن فهو خاطب من الخطاب. نعم. نعم. طيب، المعالي أو البسعيدية تقول قاعدة من القواعد الفقهية في الشريعة تقول إن الظن الغالب يقوم مقام اليقين عند تعذره. حين نأتي لإعمال القاعدة في العبادات، هل للقاعدة ضوابط تحكمها؟ مثال: طهر المرأة من الحيض بالظن الغالب. في المقابل، هل يمكن أن يكون ترك المرأة للصلاة بغالب الظن وليس باليقين؟ الجواب نعم، القاعدة أن الظن الغالب يقوم مقام اليقين عند تعذر، أي عند تعذر اليقين. وضوابط القاعدة تؤخذ من ألفاظها، وقد صيغت القاعدة بألفاظ عديدة متقاربة لكن معناها واحد. نعم.
أولا الحديث عن الظن، والظن هو ما لم يصل درجة اليقين لكن رجح فيه جانب على آخر، لأنه إن استوى الطرفان فهذا شك عند الأصوليين، فإن رجح جانب على آخر فهذا هو الظن. إذن الضابط الأول أن يوجد ظن لا مجرد شك، ومن باب أولى لا يقبل الوهم في مثل هذه الأحوال. ثم الضابط الثاني أن يكون ظنا غالبا، ومعنى أن يكون غالبا أي أن يكون جاريا ساريا، لا أن يكون نادرا لا يحصل إلا قليلا. فهذا هو المقصود بالظن الغالب. ثم نجد أيضا في القاعدة أنها تقوم مقام اليقين عند تعذره، لأن كثيرا من الأحكام الشرعية التشريعية العملية يتعذر فيها اليقين. الطهارات على سبيل المثال، التيقن من طهارة الثوب من النجس أو البدن من النجاسة الخفية كما يقول الفقهاء يكاد يكون أمرا مستحيلا، فيكفي فيه الظن الغالب، لأن هذا الشرع جاء برفع الحرج عن الناس، جاء حنيفية سمحاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل الأمثلة في تطبيقات هذه القاعدة في الأحكام القضائية، لأن الوصول إلى ذات الحقيقة قد يكون متعذرا عند القاضي أو الحاكم، ولذلك فإن الشرع قد يسر الأمر وأرشد إلى الأخذ بالظاهر بغالب الظن. ولذلك تجد أن من أدلة هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر تختصمون إلي فأقضي لكم أو فأحكم بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. فدل هذا الحديث على أن الوصول إلى ذات إلى اليقين فيما يتعلق بالحقوق يكاد يكون متعذرا في مثل هذه الأحوال، ويكفي فيه الأخذ بغالب الظن بالظاهر من الأدلة. وبناء على هذا فإن ما ذكرته هي في المسألة قضية من أن ما يتعلق بطهارات النساء في أمر الحيض والطهارة نعم تبنى على غالب الظن، ولم يجعل الشرع الأمر عسيرا بطلب اليقين فيها، بل يكفي فيها غلبة الظن، وغلبة الظن تحصل بقرائن أيضا لا تحصل بهوى أو بمجرد ارتياب وشك، وإنما بما تقدم من الضوابط أن هناك رجحانا لجانب على جانب آخر، وأن هذا الرجحان له أسباب وهو الغالب في أحوال ذلك المكلف، والله تعالى أعلم. نأخذ هذه المكالمة ثم نتوقف بعد ذلك مع فاصل قصير إن شاء الله. زاهر سيابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ زاهر أهلا بك، مبروك عليكم الشهر الكريم. الله يبارك فيك، أسأل الله يتقبل منا ومنكم. تفضل. سؤالي على السريع عشان ما أخذ من وقتكم. تفضل. ذهبنا للعمرة في شهر رمضان، خلصنا مناسك العمرة الحمد لله، بقى علينا اللي هي طواف الوداع. فكان يفترض أن نحن نطوف الوداع، طواف الوداع في صلاة التراويح، هم يصلوا التراويح ونحن نطوف طواف الوداع. منعنا من طواف الوداع بحكم الزحمة، فاضطرينا أن نروح للمطار لأن كانت الطيارة تطلع على الساعة 2، فاضطرينا أن نروح للمطار بدون ما نطوف طواف الوداع لأن منعنا، وحاولنا من كل الاتجاهات ندخل نطوف طواف الوداع. وطبعا السنيين يعني يقولوا ما في طواف وداع، ما يقتنعوا بهذا الموضوع. عموما هذا الموضوع طرقناه سابقا وستستمع إلى الإجابة إن شاء الله. لا لا طيب. نحن نعرف أن نحن الأباضيين وجب علينا طواف الوداع، طيب. لكن منعنا منه فاضطرينا نرجع بدون ما نطوف. طيب على كل حال ربما قد يكون العكس أيضا، لكن استمع للإجابة إن شاء الله. مشكور، مشكور لك زاهر، الله يبارك فيك. نقف مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله. يا من يحب الله آنست الهدى، لما تبعت من المحبة أحمدا وسألت أهل الذكر.
بصيرة عما توارى من هداه وما بدا. يا حافظ القلب السليم من الهوى، يا مهرجان النور، يا حقل الندى. ماذا يحب الله تسأل دائما، ويجيبك العلماء حتى تسعدا. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. فضيلة الشيخ سليمان الغافري كان يسأل عن منع الصلاة عندما تستوي الشمس في كبد السماء، ربما قد يكون نهي تحريم أو نهي كراهة، هذا تفصلون فيه إن شاء الله تعالى، ولكن يقول بأنه في يوم الجمعة يستثنى هذا المصلي ويصلي في ذلك الوقت. هو خلط بين مسألتين. نعم. مسألة يعني يوم الجمعة، وما ذكره عدد كبير من الفقهاء أن التنفل وقت الظهيرة مستثنى من النهي عن الصلاة عند استواء الشمس في كبد السماء. نعم. وهؤلاء إنما راعوا أحوال الناس، وأن يوم الجمعة يوم عظيم مبارك. نعم. يكثر فيه المؤمنون من الصلوات والذكر وصنوف الطاعات، فتسهيلا ومراعاة وأخذا بقول من لم يرى أن النهي للتحريم وأنه للكراهة، فاستثنوا يوم الجمعة. نعم. كما استثني استحسانا ومصلحة الحرمان الشريفان من أحكام المرور بين يدي المصلي، لتوسعة للناس ولمشقة الالتزام بهذا الحكم الشرعي فيهما. أما المسألة التي هو يشير إليها فهي مسألة الداخل إلى المسجد أثناء الخطبة، أثناء الصلاة خطبة الجمعة. فإن عليه أن يصلي، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يحمل على أن الوقت قد دخل، ووقت الظهر الذي هو وقت الجمعة إنما يكون بعدما تبدأ الشمس في الميل عن منتصف السماء، عن كبد السماء، فهذا يعني أنه خارج الوقت أصلا. ونحن ندعو إلى أن تكون يعني الشروع في الخطبة أن يكون في الوقت الشرعي، وحبذا أن لو كان الأذان الأول أيضا كذلك في بعد دخول أو عند دخول وقت الظهر. هذا لا يعني أن إلغاء القول بجواز أن يكون الأذان الأول قبل ذلك الوقت لأجل النداء والإعلام بقرب وقت الجمعة فيترك الناس أعمالهم ويقبلوا على الصلاة، لا يمنع من ذلك، لكن تجنبا لمثل هذه المسائل الفرعية وأخذا بما هو أحوط وأسلم، فإن الأذان عند قرب وقت الظهر يوم الجمعة أولى وأسلم. لكن مع ذلك تقدم القول فيما يتعلق باستثناء طائفة من الفقهاء لحكم التنفل يوم الجمعة، وأنه مستند في الغالب فيما يعني وجد إلى الاستحسان أكثر منه أن يكون هناك دليل ناص على ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل مصدر هذه التوسعة ما أشرتم إليه من الخلاف في النهي، من ثبوت النهي عن الصلاة عند انتصاف الشمس في كبد السماء، وعلى ما يحمل هذا النهي عند ثبوته، على خلاف النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فالمسألة أو فالمسألتان أكثر وضوحا. والله تعالى أعلم. جميل. هنا سؤال فيه نوع من التفصيل. متعلق بالصيام. يقول شخص، محمد بن سالم يسأل، يقول شخص مصاب بمرض نزيف الدم الهيموفيليليا ألف أي، ويأخذ إبرا عن طريق الوريد تسمى العامل 8 أو فيكتور 8 يقول. وعادة الإبرة متصلة بإنبوب صغير، فعندما يدخل أو تدخل الإبرة أو تدخل الإبرة في الوريد يخرج دم من الإبرة إلى الأنبوب، وعندما أدخل الدواء العامل اللي هو فيكتور 8 عبر الوريد يرجع الدم مرة أخرى إلى الجسم.
متصورة القضية ولا؟ نعم نعم. السؤال: هل يبطل ذلك الصوم أو هل يبطل الصوم دخول الدم إلى الجسم؟ وهل هذا الدواء مغذ أم لا بحيث لا يبطل الصوم أو يبطله؟ هذه هي القضية. نعم. ما نوع هذا السائل الذي يعطى إياه هذا المريض؟ فإن كان دواء خالصا فإنما يخرج من دمه ثم يعود إليه لا يؤثر، لا يتصور أن يكون شيئا يسيرا وهو من بدنه، وكأن هذا الدواء يعطى إياه كأنه صار جزءا من دورته الدموية. لكن النظر إنما هو في هذا السائل الذي يعطى لهذا المريض، فإن كان مشتملا على شيء من التغذية كالأملاح أو السكر بشيء من في صياغه أو أنواعه، فإنه في هذه الحالة بسبب هذا الدواء الذي يعطى إياه نهار الصيام يكون مفطرا. نعم. وعليه القضاء. أما إن كان دواء خالصا ففي هذه الحالة ليس بمفطر ولا شيء عليه، وأهل الاختصاص من الأطباء أو الصيادلة الدوائيين أدرى بمكونات هذا الدواء، والله تعالى أعلم. إذن لابد أن يسأله. نعم. يلحق بهذا سؤال الأخ أزهر: هل اللولب الذي يزرع في الرحم ينقض الصيام؟ نحن ندعو إلى أن يكون ذلك في غير نهار الصيام. نعم. لكن الفرج على الصحيح غير متصل بالجوف، ولذلك فإن غرس اللولب في الرحم لذاته ليس بمفطر. نعم. إذا قامت أسبابه الشرعية، لأن هناك جانبا آخر ينبغي الالتفات إليه وهو كشف العورة لغير ما ضرورة. نعم. فأن تكشف المرأة عورتها في غير ضرورة فيه محاذير شرعية قد تعرض صيامها لشيء من الخلل، فالأولى أن تجتنب ذلك. لكن إذا وجدت ضرورة ففي هذه الحالة لا يكون إدخال اللولب إلى الرحم من الفرج مفطرا، والله تعالى أعلم. طيب، طواف الوداع تحدثتم عنه سابقا. نعم. وبينتم فيه تفصيلا جيدا. نعم. الآن هذا يتحدث عن المنع، منعوا من أن يؤدوا طواف الوداع. الجواب السابق كان قد أشار إلى هذه الحالة، أنه نعم. إن كان المنع صادرا من جهة أخرى ولم يتمكنوا مع حرصهم وسعيهم إلى أن يؤدوا طواف الوداع فلا شيء عليهم إن شاء الله تعالى، وأصل المسألة فيه خلاف، ويمكن له أن يعود إلى شيء من الكتب الفقهية في هذا الباب ليجد بغيته بمشيئة الله بإذن الله. في قوله تعالى، الأخ أحمد يسأل: لا يمسه إلا المطهرون، هل ينصرف المعنى من حيث وجوب الطهارة في سماع القرآن أو تلاوته شفاهة، أم يقتصر على مس المصحف فقط؟ أولا، مرة أخرى هنا خلط بين مسألتين. نعم. بين معنى الآية الكريمة وبين الفرع الفقهي الذي يسأل عنه. فالآية الكريمة كثير من المفسرين يحملونها على أنها الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ هو الذي لا يمسه إلا المطهرون، وهذا وصف للملائكة المكلفة بحفظ الكتاب المكنون. وهذا المعنى أقرب إلى النفس. نعم. نعم، هناك من العلماء من قال بأن المقصود هو القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي هذا المصحف الذي نقرأ منه، ورتب على ذلك بعض الأحكام الفقهية، لكن المعنى الأول أظهر وأقرب. أما مسألة مس المصحف ومسألة تلاوة القرآن الكريم واشتراط الطهارة من الحدث من الحدثين الأكبر والأصغر فيهما، فهي محل خلاف. من العلماء من يقول بأنه يشترط لتلاوة القرآن الكريم تشترط الطهارة، استنادا إلى حديث علي بن أبي طالب كرم الله، حديث جابر بن زيد عند الإمام الربيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يطؤون مصحفا بأيديهم ولا يقرؤون القرآن حتى يكونوا متوضئين. نعم.
فأخذ بعض علمائنا من هذا اشتراط الطهارة في مس المصحف وفي تلاوة القرآن الكريم، لأنه قال لا يطؤون مصحفا بأيديهم ولا يقرؤون القرآن حتى يكونوا متوضئين. والأكثر من الفقهاء لا يشترطون ذلك في التلاوة، ومنهم من يشترط يفصل فلا يشترط في التلاوة ويشترط في مس المصحف. فالمسألة فيها خلاف، والأولى لا ريب الخروج من الخلاف، لا سيما وأن من آداب تلاوة القرآن الكريم، وهذا مما ذكره يعني أغلب أو كل العلماء، أن يكون القارئ على وضوء، أن يكون على طهارة، وأن يستقبل القبلة، فإن ذلك مما يعينه على تدبر معاني الآيات، كما أنه نور على نور، فهو في ذاته أي الوضوء عبادة يؤجر عليها المرء، وأن يقصد بذلك أن يقرأ كلام الله عز وجل، هذه نية يثاب عليها، ثم إن التلاوة نفسها عبادة كما هو معلوم بنص كتاب الله عز وجل وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود من هذا أن الأولى أن يكون المرء على طهارة، وأن يتوضأ حينما يرغب في قراءة القرآن الكريم، حفظا عن ظهر قلب أو من المصحف الشريف. لكن إن صعب عليه ذلك، لا نقول تعذر، إن صعب عليه ذلك، فمن غير المناسب أن يمنع من قراءة القرآن ونفسه تهفو إلى أن يقرأ القرآن. وحينئذ مع ما في المسألة من خلاف له أن يقرأ من كتاب الله عز وجل، والله تعالى أعلم. أحيانا يكون في السيارة أو يكون في أماكن انتظار إلى غير ذلك، ويرغب أن يقرأ القرآن الكريم، لا مانع إن شاء الله، مثل هذا يرخص له. مع ما في المسألة أصلا من خلاف، لا سيما وأن هناك روايات أيضا تدل على جواز القراءة دون وضوء، إنما تشترط الطهارة الكبرى فقط. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، نشكركم أيضا، والأسئلة التي وردت أسئلة رائعة وجميلة، وإنما بعضها كما تلاحظون وتستمعون تحتاج إلى مزيد تفصيل، ولكننا بحول الله تعالى سنتمكن لاحقا من طرحها. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تبعت من المحبة أحمدا وسألت أهل الذكر ذات بصيرة عما توارى من هداه وما بدا يا حافظ القلب السليم من الهوى يا مهرجان النور يا حقل النداء